كيفكم جايز؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. اليوم جايب لكم معي سماعات الريدمي بادز 5 واللي هي نقله نوعيه تعتبر عن الجيل السابق البادز 4. رح نتعرف سوا بالتفصيل انا وياكم على هيدي السماعات. بس قبل ما نبلش مثل العادي لايك للفيديو، واللايك كتير مهم حتى ينتشر الفيديو اكتر والناس تشوفه اكتر، وسبسكرايب للشانل اذا كنتوا اول مره عم بتشوفوني. انا بلال رمضان، خلونا نبلش. الديزاين تبع البادز 5 ما اختلف كتير عن البادز 4 لايت، خاصة لانه جاي بنفس المفهوم التصميم، السكوير كيس جاي راوندد ايدج، بس من جوا جاي السماعات تبعهم بديزاين بيشبه كتير الابل ايربودز برو 2، مع اكسنت باللون الفضي على الجنب عطيتها ميزة معينة او لحتى تميزها عن الديزاين تبع الابل ايربودز برو 2. جاي بلون كتير حلو، لون ما بين البيربل والازرق، وفي منها لون الاسود وفي منها لون الابيض. الديزاين اوفرول كتير حلو بالنسبة للسماعات، ومسكتها بالايد كتير مرتبة، بس اوقات بتواجه شوي صعوبة انت عم تفتح السماعة وتسكرها. يمكن مش كل العالم تواجه هذه الصعوبة بايد واحدة، بس انه انا هيك حسيت. وكمان اللي بميز هذه السماعات انه جاي باثنين LED light او LED indicator، جاي من برا LED light صغير ومن جوا في عنا مثل strip LED. Redmi Buds 5 عم يجوا ببلوتوث فيرجن 5.3، اكيد يعني 10 متر كونكتيفيتي ديستنس، وطبيعي توفير اكثر بعمر البطاريه وليتنس كثير قليل بالنسبه للالعاب ولمشاهده الفيديوهات واليوتيوب. بس بالالعاب تحديدا منا هي الافضل من ناحيه الليتنسي، ما بعرف ليه، مع العلم انه التشيبسيت تبعها اللي هي 5.3 لازم تكون احدث وحده. ما بعرف اذا على كل التليفونات عم بتواجه مشكله الليتنسي او بس على تليفونات او موديلات معينه. يلي بيميز هيدي السماعات عن الجيل السابق انه بتجي بنويز كانسليشن او اكتيف نويز كانسليشن، فيها ترانسبيرنسي مود، فيها نويز كانسليشن، وفيها الاوتو مود. وكمان هذا الشيء منه بس ادفرتايزنج او حاطينه منظر مثل كتير سماعات بفئه اقتصاديه، لا، قريب شوي صغيره من فلاجشيب ليفل، بس اكيد الترانسبيرنسي مود رح بتحسوها شوي انه الصوت منه 100% ترانسبيرنسي، رح بتحسوا انه هذا الصوت جاي من بعيد، بس انه اوفرول فيكم تعملوا conversation او تحكوا انتو بحضر حتى لو انتو حاطين السماعات، بس تكونوا حاطين على transparency mode، بس رح تحسوا انه صوته لهيدا الشخص منه صوت طبيعي. اما بالنسبة لكواليتي الصوت، كواليتي الصوت بالسماعات كمان ممتازة وكتير نقلة نوعية عن البادز 4 والبادز 4 لايت. جاي ببيز كتير مرتب، نقاوة بالصوت وعلو، يعني فيكم تعلوا الصوت وتسمعوا بكل رياحة. Redmi Buds 5 جاي مع 2 مايكروفون، عم يعطوني اداء جيد الى جيد جدا حسب انتو اذا عم تستعملوها على الاتصالات العادية، اداء جيد جدا على اتصالات الواتساب، اداء جيد، بس اوقات بمحلات ما يكون في عجقة بدك شوي تعلي صوتك للمتلقي يسمعك بشكل اوضح. ويلي بميز هذه السماعات اضافة للنويز كانسليشن وكواليتي الصوت، البطارية يلي عم تعطيني 10 ساعات استخدام على سنجل شارج بالسماعات و40 ساعة استخدام مع الكيس تبعها. هذا الرقم بقل شوي اذا كنتم مشغلين النويز كانسليشن كل الوقت، بينزل لحدود تقريبا 30 ساعة، which is great بالنسبة للسماعات، خاصة انه اغلب السماعات الموجودين بالسوق ما بيعطوك اكثر من 20 ل 25 ساعة استخدام مع الكيس. اضافة لانه كمان السماعات صاروا مدعومين من خلال الابليكيشن الخاصة بشاومي، من خلالهم فيك تتحكم بكواليتي الصوت، بتتحكم بالتاتش كنترول لكل سماعة لحال. العيب الوحيد بهيدي السماعات بالنسبة للفئة السعرية يلي نازلة فيها هي موضوع الاي بي ريتنج، يعني مقاومة المي، ما فيها اي بي ريتنج، او على القليل الشركة مانا مصرحة انه هيدي السماعات في بقلبها اي بي ريتنج. والغريب الموضوع انه السماعات اللي بيجوا اقل مثل الريدمي بادز لايت، ريدمي بادز 4 اكتيف، عم يجوا مع كمان IP rating و IP rating X4 و X5 شي مرتب. هيدي ما تكون فيها IP rating بالمرة، هيدا الشي شوي غريب ما فهمته صراحة من الشركة. زيدوا لكم 5 دولار وحطوا لها IP rating، يعني انه اللي عم يمشي فيها تحت الشتاء اللي بيعرق كتير بالجيم، هيدي السماعات صراحة ممكن يكون في عليها خطر، فما بنصحكم فيها اذا كنتم من هدول الاشخاص. اما اذا كنتم من الاشخاص يلي بتستعملوا السماعات بس لاجاء الاتصالات، شوية جيمينج، شوية ميوزك، هيدي السماعات ممتازة كبلد كواليتي، كصوت، كديزاين، ككل شيء. بس مثل ما قلت لكم العيب الوحيد هو مقاومة المي يلي غايب كليا عنا. Redmi Buds 5 عم تجي بسعر تقريبا 50 دولار حسب انتم وين بتجيبوها بلبنان. بالنهاية بتمنى تكونوا حبيتوا هذا الفيديو، مثل العادة ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شيء جديد انا عم اقدمه. تابعوني كمان على الفيسبوك بيج وعلى انستغرام بيج. كان معكم بلال رمضان، بشوفكم الفيديو الجاي.